أقامت جماعة الهجرة للجنوب مهرجان الجنوب الأول للشعر العربي بحضور عدد كبير من الشعراء الوطن العربي. الحقيقة هو المؤتمر فعالية من فعاليات جماعة الهجرة للجنوب، والجمعية الحقيقة تأسست ليس فقط لإقامة مهرجانات فنية وثقافية، وإنما لإقامة العديد من الأنشطة. هي تتبنى فكرة الهجرة إلى الجنوب باستراتيجيات واسعة، منها قضايا تهم المرأة مثل الميراث وغيره، منها قضايا الاستثمار داخل الصعيد صعيد مصر، لفت الأنظار إليه رجال الأعمال والدولة بشكل عام بعد أن أهمل الجنوب لسنوات وسنوات، وكان نتيجة هذا الإهمال العديد من بؤر الفساد والمشاكل الاجتماعية العديدة التي تسببت في حالة من العزلة بين صعيد مصر وشماله. لا أرض تحفل بالغمام أي الغدول نداك نحو القلب يا قلبي، فهذه الأرض ضيقة لما اتسعت وغارقة بظل شحوبها، وعلي أن آوي إلى روحي لتعصمني إذا ما الريح أشعلت الفضاء وجن في بهو الهواء هبوبها. المهرجان لبيت دعوة الإخوة من مصر باعتبار أن هذه بادرة يجب أن تشجع. لماذا؟ لأن حتى التسمية جماعة الهجرة إلى الجنوب، يعني دائما نحن نطلب نحلم بحلول للجنوب، ولكن الحلول ليست على عملية مثلا اقتصاديا عوض أن نجعل من أراضي الجنوب من أراضي خصبة للعطاء اقتصاديا وثقافيا وغيرها، لا نفعل ذلك. ثم نتحدث عن الهجرة أو النزوح أو غير ذلك. يعني هذه البادرة الهجرة إلى، لماذا لا نهاجر نحن إلى الجنوب؟ لماذا مطالب هو ابن الجنوب دائما أن يأتي أن يبحث عن شغل أن يبحث عن شهرة عن نجوم؟ لماذا لا نذهب نحن إليه؟ لم تكن الثورات العربية وحدها وراء التفكير في إقامة هذا المهرجان، ولكن الحاجة إلى انتصار الشعوب التي انتفضت إلى تواصل حقيقي بعيدا عن مؤسسات الدولة الثقافية التي كانت تستثمر مهرجاناتها لتمجيد الاستبداد. إنجي خالد لنهارك سعيد.